ونتمنى ان شاء الله نجاح لهذا اللقاء هذا، لانه لقاء تواصلي اللي جاء على اثر توصيات من السيد الوزير الفلاحه، لانه كان واحد العدد ديال الاكراهات اللي عندها واحد الصبغه يعني اللي كتمس الجوده ديال المنتوج ديال الحواميض خاصه الموسم الماضي. فبالتالي كاين هناك واحد عدد ديال الاكراهات خاصه فيما يخص الدوده، خاصه في ذبابات البحر الابيض المتوسط. فارتأت لوزاره الفلاحه انها غادي تقوم بواحد المخطط ديال المحاربه ديال هذه الذبابه هذه. فهذا اللقاء هذا يندرج في هذا السياق هذا ان شاء الله. فانا الكلمه ديالي وهو غادي يكون هناك عدة لقاءات يعني مستسارة اللي كتهم لا التقنيات على صعيد الضيعة أو لا على أحد. كذلك التصوير والمشاكل التي أصبحت تعقب بنية هذه السلسلة، ففي هذا اللقاء إن شاء الله سوف نتطرق لمتطلبات السوق الروسي بالأساس، وخاصة الشروط الصحية التي فرضتها السلطات الروسية لولوج هذا السوق. وبدون أن أركز على أهمية هذا السوق بالنسبة لإنتاج الحواميض على الصعيد الوطني وخاصة على صعيد الجهة الشرقية، ولقد توصلت السلطات المغربية مؤخرا لعدة تبليغات حول رصد ذبابة الفواكه المتوسطية المعروفة بالسيراميت في منتوج الحواميض المصدر إلى السوق الروسي. ولا يخفى عليكم ان هذه الذبابه مسجله بالملائحه الحمراء التي يتم بموجبها عند ظهورها اتخاذ اجراءات الحجر الصحي النباتي. ان تواجد هذه الحشره في المنتوج الوطني يعني كيعقد تسويق ديال الحواميض، وخاصه فيما يتعلق بالتصدير الى الاسواق المهمه كالسوق الروسي. ولهذا يجب تضافر جهود جميع المتدخلين في هذه السلسله من منتجين وملففين ومصدرين، وكذلك مصالح المراقبه والارشاد، وذلك لتقويه انتاج وتسويق منتوج ذو جوده مقبوله وخالي من هذه الذبابه. ومره اخرى اشكر الحاضرين على تلبيتهم هذه الدعوه، وفقنا الله الجميع. تظن بان هذه ماشي روسيا، تظن بان كراكاس في نيويورك ولا في كاليفورنيا بالعمارات، ناس ولات عندهم ماده ولاو تيعرفوا شنو هي الجوده، ما بقاش ديك روسيا اللي كنا تنعرفوها شحال هذا. هاد الناس بغاو ليمون ما تكونش فيه الذبابه، وليمون من الجوده العاليه، ماشي ديك الجوده ديال هذه 50 عام و40 عام وداك الشيء. وما تنساوش بان هذا سوق اللي فيه ناس منافسين ديالنا، بلدان اخرى منافسه، كاينه عندك اسبانيا الجاره، عندنا تركيا، عندنا الباكستان، وعندنا مصر. هادو كلهم دول اللي تتصدر على روسيا، والمغرب حتى هو تصدر روسيا. حنا في هذه تقريبا واحد 15 يوم كنا في موسكو وجلسنا معاهم، لان علاش؟ لان بغاو يحبسوا علينا الليمون. قال لك اسيدي انتم عندكم الذبابه ديال الفاكهه هذيك السيراتيت، دابا عافاكم سيروا تتقدوا المسائل ديالكم عاد بقاو صدروا لنا. مشينا باش نجلسوا معاهم باش نقول دابا كاين المنطقه ديال الغرب، كاين المنطقه ديال لوكوس، كاين المنطقه ديال تشاد بني منال، وهذا كاين المنطقه ديال السوس، كاين المنطقه ديال الحوز، هذو مناطق اللي معروفه على الصعيد الوطني بالانتاج ديالها ديال الحوار. هنايا تنذكر غير بالتعاون المغربي الروسي، لانه ماشي حديث اليوم، هذا العلاقه ديالنا مع روسيا منذ قديم وحنا معاهم. وكانت زيارات وقعات في 2011 اللي بعد الخبراء الروس بالوجود ديالنا في الاسواق العالميه. قال السي رحيل قبيله انه نمثل في السوق الروسيه، يعني التصدير ديالنا تيمشي تقريبا 56% من صادرات الحواميض كتمشي للسوق الروسيه، الاتحاد الاوروبي 28%،
الولايات المتحدة الأمريكية 7%، كندا 7%، وهناك أسواق أخرى في أسواق أخرى في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. المكانة ديالنا في الإنتاج العالمي للحوامض، الإنتاج العالمي كيتقدر ب 84 مليون طن ديال الحوامض. المغرب كيمثل فيها 3%، 2% في البرتقال، 5% في الحوامض الصغرى الكليمونتين وأخواتها. هنا بغيت نذكر قبل ما ندخل التدابير ديال الموسم القادم ان شاء الله، بغيت نذكر فقط بالمهام الرئيسيه ديال مؤسسه مراقبه الصادرات. عندنا مهمه يعني ديال مراقبه الجوده، مهمه تنسيق الصادرات، وغادي نهضر على هذا الاطار على واحد الاجراء مهم جدا. هناك مساهمه في انعاش الصادرات في اطار تنظيم معارض تجارية، وهنا غادي نذكر بأن عندنا موعد مع المنتجين والمصدرين في السوق الروسية في شوتنبرج إن شاء الله باش نواكبهم ونرافقهم في تنظيم تظاهرة. كل الجنان مثلا المول الضيعة عاد باش يجيب المنتوج ديالو التلفيف، كاين المشكل حنايا أغلبية ديال الناس لا تراسابيليتي ما كانش، لأنه كيدخل خضار كيشري السلعة كيدفع للسوق السوق الداخلي يدفع للسوق الداخلي، من بعد كيشوف السوق الداخلي يطلع نزل الثمن ديالو كيديها للستاسيون. وهنايا المشكل هنا اللي كاين، هنا خصنا حنا واحد الموافقه ديال السلامه الصحيه كتعطى للمصدر باش تيشوف هذيك الضيعه باش بانه واش سالمه باش تمشي تصدر ولا لا. حنا راه كتشوفوا بانه كما قلت انه راه مطلوب علينا الشروط، راه من طبيعه الحال بلا ما غادي يطلبوا علينا الشروط ديالهم كنشوفوا بانه الزبون سيت انا كما نقولوا مالي، كما كيقولوا الناس ديال التجاره الحقيقيين يقول لك الروا لوكيو سيت الروا. خصنا هنا خصنا نفكروا فيه، ماشي نبقاو نقولوا حنا فعلا ربي الكريم كرمنا بهذه التربه وهذا الاخر المنتوج ديالنا، ما غاديش نقولوا ماشي مزيان، راه حنا لا البطاطا ديالنا ولا مطيشه ولا واخا كاين الاعداء راك تشوف اوروبا كذا، ولكن مازال هما كيشريو بالسريه، دونك مازال الناس باغيين يديو المنتوج ديال المغرب ديالنا، ولكن حنا خصنا نكونوا في المستوى ديال السلامه الصحيه يعني الانسان، واخا في السوق الداخلي ديالنا خصنا نطرحوا هذه المشاكل، لانه حنا بعض المرات بعض الضيعات اللي عندنا هنايا راه الجنان خصو، ما معنى الجنان خصو يكون نقي جميع الجوانب. حنا بعض المرات هنا الجنانات عندنا كاينين ولاو اسطبلات ديال الخنازير، راه الحلوف كاين بعض المرات والحلوف هو اللي كيجيب ذاك الوسخ تاع الدبان. انت تدخل العرض الاول تبليغات يعني ما يسمى بالتبليغات اننا روسيا فرضت هذا الشيء هذا، اييه متفقين لكن شروط، وعندنا حنا شروطنا، ولكن شروطنا يجب تعضيد البيت الداخلي ديالنا اولا، يعني هذا البيت الداخلي ملي يكون معقد نكون في نطاق يعني تشاركي في نطاق الحوار وفي نطاق من يعطيك منتوج في المستوى، ولكن ملي ما يكونش يعني معادله كومبار يعني كومباري دو شوز ان كومبارال، هذه غادي نكونوا غير يعني خارج التغطيه ونكونوا في حاله شروط. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أولا نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا اليوم التحسيسي والذي ما أحوجنا إليه في هذه المنطقة بالخصوص. أولا من خلال العروض التي تقدم بها الإخوان يمكن أن ألخص ملاحظاتي كالتالية. أولا ما وقع هذه السنة، هل المشكل الأساسي هو السيراتيت أم هناك مشكل قائم لا يفصح عنه بعد، خصوصا وأن ولوج الحوامض منطقة بركان لا تتزامن مع ولوج منطقة أخرى والتي في الحقيقة الكمية عندها أكثر بكثير. يمكن إنجاح العملية تدخل الوزارة الوصية إلزامي من أجل إنجاح هذا العمل، خصوصا الدعم المالي والمعنوي. حينما تكلم احد العارضين عن المنافسه الشرسه التي تقوم بها الدول، يجب ان يذكر بان هناك دول تصاحب وتواكب الفلاح من الحقل حتى السوق
الروسية. هناك الدعم في المكنانة، هناك الدعم الزراعي، هناك النقل بنسبة جد مرتفعة. ثم حينما نتكلم عن النقل بوسائل التبريد لكاميو فيغو، الدولة منذ مدة طويلة ودعمها للفلاح لا يتجاوز 20 سنتيم، فاحنا ما بين لا 20 ولا 30 بين الدعم، وهو الدولة تكلف بالنقل شحال ما بغيت، ولأن مادام كنتكلموا على غزو الأسواق الروسية والمنافسة، خص الدولة الوسطية توفر الشروط الصحية لوصول الحوامل في صحة جيدة. بالنسبة للفلاح تاع المنطقة، النتائج هذه السنة لا تشجع على المزيد من الاجتهاد، وشكرا. الأخوة الكرام، بدوري كنشكر العروض اللي طرحوها لنا الإخوة حول الدوابة. حول هذه الدوابة اللي كتسلط على الحوامل، لكن ما تكلمناش على الدوابة اللي كتقيس الفلاح، اللي كتمص من الفلاح، وهي المشاكل اللي كيعاني بها الفلاح. أولها تكلمتنا على السوق الخارجي، لكن أنا بدوري غادي نتكلم على السوق الداخلي. كما كيعرف الجميع، هالسنة السوق الداخلي عرفتوا كيفاش دازت السنة ديال الحوامل، وانا نعرفوا الأسباب ديال هالسوق الداخلي ديال هالسنة. وهنا كنا سبق لنا في الدورات السابقة في الغرفة الفلاحية، كنا قلنا أسباب هالسوق وهي كثرة الأغراس. كما كيعرف الجميع، السنوات الأخيرة سمعنا بلا تزادت 19000 هكتار. هنا على ذاك ما كانش أجوبة، لكن الأجوبة جاتنا من السوق. أشنو كيقول السوق؟ سير ميه في الواد أو لا عطيه السماسرة يلعبوا به. وزير الفلاح، وأنا كنجمع الحكومة ككل، كان عليه أقبل ما يزيد في الغاز والكهرباء وأثمنة الماء، كان يفكر في هذا الفلاح، كان يفكر في هذا الفلاح، كان الأول عليه تسهيل المسطرة التي تقف في وجه ولوج الصادرات نحو أسواق أخرى، كذلك إدماج القطاع في الاستراتيجية التي ينهجها المغرب بالتوجه نحو أسواق إفريقية. وهذا ما أتمناه للفلاح ولبلدنا الحبيب، وشكرا لك. وشكرا على الاجتماع والاهتمام بالمنطقة الشرقية. بالفعل العروض كانت شيقة وكانت وجيهة لجميع الفلاحين، ولكن بغيت نشير واحد النقطة بالضبط لهذه اللجنة التقنية ديال الصادرات. الله يخليك، وحنا نطلبوا منكم أنه خدمنا بما فيه الكفاية المناطق الأخرى. خذوا بعين الاعتبار المنطقة الشرقية، لحقاش ما يمكنش أنا غادي يوقفني 25 ديسمبر باش هو يخرج النور ولا يخرج ما باريتي أخرى ونخليو بكل عندها صنف واحد. الله يجزيكم بخير، خذوا القرارات كونسونسيس ماشي بالتصويت. حنا عارفين من الآن بلي غادي تكون مفوقين عندنا بالأعضاء. يعني المنطقة الشرقية ربما يكون عندها واحد العمر، حقاش حتى المعايير اللي عطاوها باش يكونوا أعضاء المجلس الإداري، إما بالطوناج ولا إما بهذه ولا إما بالمنطقة، شحال عندها تصدير، ولكن ما غاديش ياخذوا بعين الاعتبار
اشنو عندك المنطقة؟ عندها غير واحد السم. كان كمؤسسة المراقبة اللي غترأس هذه اللجنة كان طلب منها باش تاخذ على الاعتبار المنطقة الشرقية اشنو عندها كسم وكجودة. والسلام. لواحد الناس اللي عطاتهم 3000 هكتار وغرسوها، غرسوها كلام انتي. هاد الناس اللي عطات لهم 3000 هكتار و 4000 هكتار وما عندهمش تقنيين وما عندهمش مهندسين اللي يحاربوا ويعاونوا، لا اله الا الله محمد رسول الله. راه خصنا مثلا ما خصناش تقولنا روسيا، خصنا نقوموا حنا بالواجب. السيد الدوله اللي كتقوم بالواجب وكتعطي البلاد الفلاحه اللي تعطي له 3000 هكتار وضيعات كبيره وتخلي الفلاح الصغير وما قادش، خصها ديروا له في كيتشارج. اعطي المنتوج مزيان، ما تعطيش المنتوج مزيان حيد له البلاد. هذا هو اللي كان الفلاحه صغار اللي راهم ما داينهاش كاع فيهم. صرت كنشوف انايا في الاجتماع الفلاحه الكبار والتقليديين، اين هما الفلاح الصغار؟ واش الفلاح الصغار ما عندهمش الضمان البيضاء؟ كان في الحقيقه هاد الاجتماعات تكون في المراكز، في المراكز، اما الفلاحه الكبار اللي ما يبقاش تحيد له البلاد. هذا هو اللي كان يبغي نخدمو، الا بغينا نخدمو الا ما يبقاش يخدم ما يحيدوا البلاد. باش غادي تجي من الجنه من الرباط ولا من الاخر من وزاره الفلاحه وتهضر معاهم هما ودعموا هذا كل شيء اللي عندهم وما يخدموش؟ ماشي معقول. 100 ديال لي بياج بار هكتار، 100 ديال لي بياج بار هكتار الا جينا نحسبوها راه 25 درهم بالنسبه للبياج، ضربها في 100 راه كتعطيك 2500 درهم. هذا غير ديال هذاك القطيل اللي تيكون اللي كيدار فيه ليدروليزا دو بروتيين. ولا جينا نحسبوا ليدروليزا دو بروتيين راه كتجيب 4000 5000 درهم للكتار. 4000 5000 درهم للكتار راه مكلف، ومكلف لواحد الدرجه اللي ما يقدرش الفلاح دابا هذا العام ناخذوا هذا العام ولا العام اللي جا ولا العام اللي من بعد. 4500 راه هي و 5000 درهم راه هي اللي كيخسرها الفلاح بالنسبه للقضاء على جميع الحشرات اللي كتكون بالنسبه للكتار.